في إطار فعاليات الدورة الثانية لبرنامج الإسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، استفاد شباب من جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذا البرنامج على غرار عدد من الشباب من مختلف دول العالم الإسلامي بما فيها دول إفريقية وعربية، حيث تم اختيار 50 شابا من 45 دولة للاستفادة من هذا التدريب الذي سيجعلهم سفراء الإيسيسكو للسلام والأمن بمختلف أقطار العالم. نلتقي اليوم في النسخة الثانية من برنامج التدريب على الأمن والسلام التي تطلع في منظمة الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وهو يرنو إلى تدريب مجموعة من الشباب في العالم الإسلامي من دول مختلفة إلى وزرع قيم السلام لديهم. هؤلاء هم قادة المستقبل، هم حماة المستقبل، هم رادة المستقبل، فلا بد وعلينا حقيقة يقع أن ندربهم على هذه القيم وعلى هذه الأسس والركائز الأساسية لمستقبلهم. يندرج هذا اللقاء المنعقد بمدينة طنجة في إطار التعاون الثنائي والمشاركة الفعالة التي تجمع بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار مقاربة ثنائية تستهدف إلى رصد جميع آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لفئة الشباب في جميع المجتمعات العربية والإفريقية وعبر جميع بقاع العالم. ويشمل هذا التكوين الذي يدعم مقاربة الإيسيسكو 360 درجة للسلام 10 وحدات تدريبية تركز على الأبعاد المختلفة لبناء السلام وتعزيزه، وتتيح الفرصة للحوار مع قادة ملهمين من مختلف الأجيال، والذي سيتيح للشباب الاستفادة من الوحدات التدريبية العشر وتقديم مشاريعهم حول السلام وعرضها عند نهاية التدريب. هي فرصة أولا للتكوين على القيادة من أجل ترسيخ قيم السلام والأمن، ولكن أيضا فرصة لخلق فضاءات للتبادل للتواصل للتفاعل بين الشباب من مختلف دول العالم حول موضوع أساسي الذي يعتبر اليوم من أكثر الرهانات على المستوى العالمي، ألا وهو موضوع السلام والأمن. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الأهمية التي توليها دول المنتظم لقضايا الشباب ودورهم البارز في إحقاق السلم والأمن والاستقرار في دول المعمور، وكذا أهمية مقاربة التبادل والحوار في تحقيق تنمية مستدامة وتطور يراعي متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الحاضر والمستقبل.